Hello, brothers and sisters in Christ. I'm Rimal Abunis, the media officer for the Apostolate of Our Lady of Hope, Saint Rafa Mission of Hope and Mercy. As you can see, today we are here in Joseph Zakka Trading Company, packaging the important food boxes in order to have the distribution in Akoura, Mount Lebanon, for 850 families. Unfortunately, the Lebanese families are hungry, especially in this time, and they are in need for us. Let me say thanks for the donors and for the great father, Andre Mhanna, for his support. Now, me and Khaled, we're gonna show you what the boxes include. أنا جوزيف زكا، صاحب مؤسسة جوزيف زكا التجارية. إلي الشرف اشتغل مع جمعية سانت رفقة برئاسة الأبونا أندري مهنا. وإن شاء الله بالأيام اللي جاية أقدر ساعد قد ما فينا. وأبونا من دون معرفة بحب أتشكرك، وإلي الشرف أني أتعرف عليك إبقى. والله خليك بهالهمة وتضل بصحتك، لأنه عم بتساعد هالمسيحية اللي هلأ تني موجوعة كتير ومش قادرة تأمن لأكل ولا شرب. بتمنى تضل بصحتك وإن شاء الله نتعاون أكتر بالأيام اللي جاية. I would like to say thanks for all the donors, especially in these hard times. And many thanks for the great father, Andre Mhanna, and the perfect team here in Lebanon and the United States of America. Thank you.
بدي أشكر جمعية القديسة رفقة اللي بيترأسها الأب أندري مهنا على المساعدات اللي عم بيقدمها للبنان وخاصة للعقورة وخلية بيت بيونس، ويطول بعمره وعلى المساعدات وعلى المجهود اللي عم بيعمله، ونحن جزيل الشكر لإله. أبونا أندري مهنا مش من زمان كتير تعرفت عليه، كان سيارته مسكرة الطريق بعيد مرسابة، وقالوا لي هو خوري سابة مهنا أبو حسن من العقورة، وطلع على الميكرو وأتحفنا بصوته باللغة اللبنانية. القوف عنده ما حدا بيقدر يقول مثل ما بيقولها، وباللغة الإنجليزية، وبعدين راح روما يدرس، وكنت التقى فيه، كان يبرهن عن ثقة فائق، يعني بيقدر خلال أسبوع يتعلم لغة جديدة، وصوت ملحن ومؤلف بالموسيقى تراتيل روحية بالعربي وبالإنجليزي، وكان شعلة ذكاء. من هونيك تعرفت علي، وراح أمريكا وخدم رعية دنفر كولورادو. أنا رحت على أمريكا بس كان في جليد وتلج، ما قدرت أني روح زوره، كان نطرني وكان عم بيحضر زيارة سيدنا البطرك للمنطقة، وما بعرف عنده مفاتيح وين ما كان بالدولة الأمريكية حتى بالبيت الأبيض. كل الجالي هونيك تياخدوا موعد للبطرك ما قدروا، هو بتليفون اخد موعد، وكانوا بدهم يروحوا يقدسوا بالبيت الابيض ويزرعوا ارزة. هلأ هون سيدنا البطرك لغي زيارته، وهو عطول على اتصال بالسلطات الامريكية. أنا ساكن ببيروت بالسبتية، أوقات كنت لاحظ إنه في أعداد هائلة من الكلدان والسريان بأمن لهم مواد غذائية، وأنا بعرف المطران، خبرني المطران إنه بأمن لهم 500 حصة غذائية بالشهر، وبيدعمهم بكل مشاريعهم الخيرية. هيدي شغلة أنا شفتها بعيني، وقلت له أنا بكرة بساعدكن بس إجي على التقاعد بهالمركز الاجتماعي يلي عندكن بمنطقة جديدة المكر. المطران خبرني عمل أكتر من زيارة على دنفر كولورادو، الرعية هونيك قال لي خلية نحل، لا في مسيحي عراقي ولا في مسيحي سوري من الكلدان والسريان بيناموا بالطريق، بساعدهم بدبرلهم شغل، بيحللن كل مشاكلهم. هلأ هون دبت الغيري والحسد، الله يغفر للناس. وأنا كنت علاقة معه، مش عارف إنه مساعده هونيكي جرار أبي يونس كمان من هون من المنطقة. هلأ هني حبوا إنه دايما بس يساعدوا السريان والكلدان، دايما ياخدوا رأيي ويمشوا بتوجيهاتي. وهوني قلت لهم فكروا بمنطقتكم يلي هي جبة المنايطرة، يلي هي العقورة، المجد، اليانوح، عبود، أرطبة، ليسا، الغابات، سرعيطة، واخدوا استشارتي جدية وبلشوا يفكروا فعليا بهالمنطقة. بعد ما عرفت انه كمان ساعدوا بمنطقة جبال كتير من الناس، مشان هيك صرت أنا سهلن أمورن وأعطيهم بعض الملاحظات ويعملوها حرفياً.
هذه الجمعية مسجلة بالدولة الأمريكية ومسجلة بالدولة اللبنانية، وبعرف إنه عندها كتير نشاطات بلبنان. وهونيك سببت غيري، مثلا كاريتاس لبنان في عنا 60-70 رعية بأمريكا بيبعتوا $1,000 بالسنة، مش هيك؟ وأنا انصحتهم أنه الإنسان عنده كرامته، ما بتوقفوا ناس بالصف تياخدوا حصة غذائية. لابت القصة عملتها من بين أنه نحنا لازم نمحي ومحي من الجمعية اتنيناتهم جرار والأبونا، محيوا من الجمعية كلمة إعاشة، نحن عم نقدم هدايا للناس اللي كان فقير أو محتاج. فكرنا بالمنطقة هون لأنه هالناس هون بجبت المنايطرة صامدين، ما بيحبوا يشحدوا، ما بيحبوا يقافوا عبواب الناس، بيشتغلوا بالأرض وصامدين. حبينا أنه مثلا صار في خبرة بالمجد الوبيانوح، ما نخلي حدا يجي يقف بالصف أو يجي عبيت الكنيسة أو يجي على الكنيسة حتى ياخد حصة غذائية. حتى هون بالمجدي الخبروني، وأنا ما كنتش موجود بس كنت أعطي توجيهات من بعيد، في حدا ساكن 50 متر عن صالون الرعية، إجا الخوري مع ناس من الضيعة شباب وصبايا وياخدوا الهدية يعطوها للعائلة. هايدي برهنت كتير عن أخلاق عالية إنسانيا ومسيحيا. كتاب الجوزيف لبكي ناشر في صورة من العقورة بتشيلي، راحوا بالحرب 60 شاب وعملوا جمعية، وهالجمعية هي يلي بنيت كنيسة مرجريس. هلأ ليش نحن كهني موجودين برا وعنا اتصالات وكذا، فإذا لازم نساعد ما ننسى منطقتنا. وحرام هو الأبونا سيبا مهنا مربى سيدة الحبس يلي هي، إذا فيكن تاخدوا لها صورة هلأ بعدين، يلي هي هون عشمالنا، يلي هي حارسة كل جبة المنايطرة. بهالروحانية هاد الإنسانية والمسيحية نحن عم نشتغل بجمعية رفقة بدنفر كولورادو. أنا بشكر الأب سيبا مهنا سيبا أبو حسين، وبعرفه من عمق. لايك في عنا كهني ورهبان معمرين قصور مسكات البواب دهب. أنا تأثرت بس زرت بي وأمه، تنزل بالدرج تحت الطريق بجبال 10 درجات تتفوت عبيت مثل المغارة، بتفوت لعند ناس بتلاقي حاطين مسكات ذهب اني رهبان ومطرين واخبارني. خليك يا ابونا سيبا عهالطريق ماشي عهالطريق، وانا ما بديش اعمل نداء لحدا تيساعدك. لما الناس بشوفوا على الارض شو عملتوا بهالجمعية هني بيساعدوك تلقائيا، لانه الانسان بيقتنع بالإنسان الخير المحب. بكرة تشوفوا رح تتفاجئوا كمان بالعقورة هالضيعة الكبيرة يلي رح تستقبلكن ورح يبين معها كتير. وأنا بنصح الشباب اللي على الأرض ما ترفضوا طلب، حتى ولو إجا واحد وأنتوا كنتوا بفتكرينه غني يمكن يكون افتقر اليوم، بقول لك أنا أختي بنتي كذا
ما ترفضوا طلب لشخص. الله معكم، سيدة الحبس معكم، سيدة الحبس حافظة هالمنطقة، سهراني عليها ليلا ونهارا. سيروا ولا تهتموا لا بالحسد ولا بالغيرة. اليوم بالعقورة نشكر أبونا أندري مهنا ابن الرعية والمنتمي لأبرشيات أمريكا، ومنشكر أبونا المونسنيير عبدو يعقوب، ومنشكر جمعية القديسة رفقة اللي اليوم سلمونا حصص غذائية لرعية المسيح في العقورة. واستلمت الحصص أولا المجلس الرعائي التابع للرعية، ثانيا لجنة الوقف معنا، ثالثا المجلس البلدي اللي أوفد الشرطة ومسؤول بالمجلس البلدي معاون رئيس المجلس حتى يعاونونا بهالعمل لأنه الكمية كبيرة. وكان معنا شبيبة صغيرة مثل القديس كارلو اللي أعلنوا قديسة البابا طوباوي، كانوا عم يساعدونا بتنزيل الحصص الغذائية على القاعة ومساعدتنا على توزيعها على كل إنسان محتاج من قلب الرعية. الوضع بالعقورة شوي خطير، بلش يشتد، وبخاصة انه في كتير عيال بطل في حدا عم يقبض مصاري بقلب البيت، ولا شخص في عيال ولا شخص بقلب البيت بيقبض مصاري. ليه؟ لانه مؤسسات سكرت او مؤسسات تخربت بانفجار 4 آب، أو مؤسسات تركت البلد وطلعت برا البلد. إجت هالكمية الكبيرة من جمعية القديسة رفقة، إجت بمثابة دعم لعيالنا حتى تصمد أكثر وأكثر. يعني المواطن شو بحاجة اليوم؟ وخاصة العقورة بحاجة إلى دواء، وبخاصة بلشت الدولة تشيل الدعم عن الأدوية أو تغلى الأسعار لأنه دخلت بالسوق السوداء، وبلشت أدوية كتير تنفقد، وخاصة الأدوية المزمنة تنفقد من السوق ومن الصيدليات. بحاجة إلى مواد غذائية حتى تأمن الطعام للعائلة، بحاجة إلى مال لأنه مش بس مواد غذائية ودواء، ما العائلة بدأ في عندها مصاريف الأشد الأكثر ضرورة، وهيدي منا مأمنة إذا ما في شغل. الوضع المسيحي صار خطر من الناحية السياسية والاقتصادية، من الناحية الأمنية، ولكن كمان من ناحية المصير. يعني الكتار من شبيبتنا وحتى في عيال كاملة واقفة على باب السفرات عم تحاول تاخد فيز أو الهجرة إلى الدول الأوروبية أو الأمريكية أو أستراليا أو غيرها. نطلب من الحكومة الأمريكية
دعم استقلال وسيادة لبنان الناجزين، مش سيادة واستقلال منقوصين. لبنان منو بحاجة لوصي، عنا رجالات عظام كبار قادرين يقافوا، ولكن في لبنان فساد، وهذا ما بيخفى لا على الإدارة الأمريكية ولا بيخفى على أي دولة من الدول الأوروبية الأمريكية أو أستراليا أو دول العالم، حتى دول الشرق الأوسط. فلبنان بحاجة إلى أصدقاء فعلا يحبوا لبنان ويعرفوا أنه للبنان له دوره بالمنطقة وبالعالم، حتى يكون تواصل بين كل الديانات وتواصل بين كل الشعوب، تواصل بين كل الحضارات. فنتمنى على الإدارة الأمريكية تاخد بعين الاعتبار الحفاظ على سيادة لبنان، الاستقلال لبنان الناجز، على عدم التعدي على لبنان من أي طرف أو دولة كانت، حتى يبقى لبنان منارة ويبقى لبنان جسر تواصل بين كل الشعوب وكل الدول. بختام لقائنا مع أحبائنا أعضاء جمعية القديسة رفقة، أنا أولا بدي أشكر أبونا أندري مهنا ابن الرعية البار، بدي أشكره على محبته أولا للبنان، ثانيا لكنيسة لبنان، وهو كاهن بقدره بقلب الكنيسة بلبنان أو خارج لبنان، ثالثا لكنيسة جبيل وفيها رعية المسيح بالعقورة، يعني عمل لفتة كتير مهمة لرعيته، هو بالنهاية بينتمي لرعية المسيح في العقورة، من هالرعية انطلق بقلب الكنيسة رسول حامل رسالة محبة ورسالة انفتاح ورسالة حب، سلموا إياها الرب عبر كنيسته، وهو عم يزرعها، عم يزرعها كلمة، عم يزرعها موقف، عم يزرعها حصة غذائية، عم يزرعها وقفة مع الكنيسة وين ما عم يبعت. ثانيا أنا بدي أشكر مونسنيور عبدو يعقوب، حبيب قلبي وحبيب قلب العقورة والمجدل، العقورة والمجدل هي بالنهاية ضيعة وحدة، نحن منشكره عراب جمعية القديسة رفقة، ربنا يقوي ويزيدوا نعم فوق النعم اللي ربنا أفاض عليه. بدي أشكر أعضاء الجمعية، خالد بيونس ابن الرعية، أنطوني نصراني ابن رعية مشمش جارتنا هون، رمال بيونس ابن الرعية العقورة، فنرفع الشكر لله الآب بابنه يسوع المسيح وبقوة روحه القدس اللي بيصلي فينا واللي بيقوينا وبيشجعنا وبيثبتنا على إيماننا بكنيستنا وبربنا وبوطننا وبوطننا وبأرضنا وبتاريخنا وبالإنسان في لبنان وفي عالمنا العربي. ربنا يبارككم جميعاً.